السيد ياسر الاول، الساده النقباء، السيد رئيس القوات الاشتراكي، المستشارين، السيدات والساده المستشارين، زملائي زميلاتي. اولا اشكر الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين على اتاحه هذه الفرصه للمساهمه والمشاركه في هذا اليوم الدراسي حول القانون المهم. وساحاول الالتزام بالوقت. حاولت ان اعنوين مداخلتي باية ما كان للنساء المحاميات ضمن قانون المهنة التنموية. من اهم المستجدات التي عرفها قانون المهنة في سنة 2008، وهنا لن انطلق من المدة ولكن سانطلق من القانون الموجود الان، اللي هو قانون اللي شرحه السيد نقيب ابو الفضل. بالمناسبه كنشكره على هذه اللمحه التاريخيه اللي اعطانا، لانه اجزاء كبيره منها ربما كانت غايبه علينا. اذا قانون المهنه ديال 2008 اهم مستجداته كانت هي تلك المتعلقه بمحاوله ديمقراطيه هياكل المهنه عن طريق احداث تعديلات على طريقه انتخاب مجالس الهيئات، حيث اصبح بامكان كل الفئات العمريه المشاركه في تدبير الشان المهني، وذلك عن طريق التفيه نظام الفئات. وبفضل هذا الاسلوب الانتخابي الجديد تمكنت فئات الشباب من الوصول الى مجالس الهيئات التي كانت طريقة انتخابها لا تتيح دائما إمكانية ولوج شباب للمؤسسات المهنية، إلا أن المشرع في محاولته لديمقراطية المؤسسات المهنية لم يستحضر عنصر النوع الاجتماعي في هذه المقارنة، مع العلم أن الديمقراطية تقتضي مشاركة الجميع في تدبير الشأن المهني نساء ورجالا. ولذلك وباستقراء صورة تواجد النساء المحاميات بمواقع القرار المهني، يتضح أن النسبة هزيلة ولا تتناسب مع أعداد المنخرطات في المهنة ولا مع كفاءتهن المهنية، وبذلك بقينا غائبات عن مراكز القيادة عكس ما نجده في مهن أخرى مثل الطب والصيدلة. وسنلاحظ أن عدد المحاميات المنتخبات في مجالس الهيئات لم يتجاوز في أحسن الأحوال 3 محاميات في 4 اليمنى. بعض المجالس عرفت تواجد 3 نساء في حين شاهدنا بدون نساء اطلاقا، اما نقيبات فهذا موضوع اخر. هذه الصوره لا تعكس التطور الذي عرفه المجتمع المغربي ومكانه ودور النساء داخله، وكذا التطور الذي عرفته مجموعه من القوانين خلال العقدين الاخيرين. طبعا لم يكن الدستور الجديد قد صدر بعد، ولكن الان بعد صدور دستور 2011 يدور التساؤل: هل من المقبول أن يظل قانون المهنة على حالته من عدم إعمال مبدأ المساواة بين الجنسين؟ وهل من الديمقراطية في شيء أن تظل نسبة تواجد النساء المحاميات في المؤسسات التمثيلية المهنية ضعيفة مقارنة مع نسبة تواجدهن وأعدادهن التي ما فتئت تتزايد لتقارب 30% من الجسم المهني على حسب تقديري؟ أليس من الضروري العمل على ملائمة قانون المهنة مع مقتضيات الدستور المغربي ومع اتفاقيات الدولية التي صدق عليها المغرب؟ وهنا يجدر التذكير بمقتضيات الدستور المغربي، بدءا من التصدير الذي نص على ضرورة إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع به الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، والتزام المغرب كذلك بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد، وكذا سمو الاتفاقية الدولية التي صدق على المغرب على التشريعات الوطنية والعمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة. أيضا فصل 19 من الدستور الذي نص على المساواة في التمتع بكل الحقوق على قدم المساواة وعلى السعي نحو المناصفة وعلى تأسيس هيئة المناصفة. كذلك الفصل 30 الذي ينص على أن لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، كما ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية. أما الفصل 115 فينص على أنه يجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي. إلى جانب ذلك، فإن الاتفاقيات الدولية التي صدق عليها المغرب ومنها على خصوص اتفاقية مناضلة أشكال كافة أشكال تمييز النساء الصيدة، تنص في مادتها الثانية على أن الدول الموقعة تتعهد بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة. لذلك يمكن القول أن قانون مهنة المحاماة أصبح متجاوزا، لأنه من جهة لم يعد متلائما مع الدستور المغربي، و
ولا مع الاتفاقيات الدولية التي صدق عليها المغرب، ولأنهم جهة أخرى لا يعكسوا مكانة ودور المرأة المحامية في هذا القطاع الحيوي. ولذلك أصبحت ضرورة تقتضي تعديله بما يضمن إعمال مبادئ الديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المحامين والمحاميات. مقترحات التالية: أولا، لغة القانون، ضرورة تقنية الخطاب، فجميع مواد القانون تشير إلى المحامين إما بلغة الجمع المحامون أو بصيغة الفرد المحامي، أما صيغة المؤنث فهي غائبة عن النص، ولذلك يجب تعبير النص بتضمينه الإشارة إلى المحامين والمحاميات أو المحامية والمحامي، أسوة بالدستور الذي يتحدث في جميع فصوله عن المواطنين والمواطنات. واللغة ليست مسألة شكلية بتاتا، بل هي حاملة لمضمون المساواة بين الجنسين. ثانيا، إعمال مقاربة النوع بخصوص هيئة في المهنة، وذلك بتخصيص نسبة للمحاميات لا تقل عن 30% من عضوية المجالس المنتخبة، وذلك تناسبا مع نسبة تواجدهن في الجمعية العمومية. ويمكن قياس هذه المسألة على الفصل 115 من الدستور بخصوص نسبة تمثيلية النساء القاضيات، ولنا أمثلة أخرى في المجال السياسي، حيث كانت اللائحة الوطنية واللوائح الإضافية المحلية من ولوج النساء إلى المؤسسات التمثيلية المنتخبة بنسبة مهمة لم يتم تحقيقها لولا مقاربة التمييز الإيجابي، وهي طبعا إجراءات مبتية ولكنها ضرورية في اتجاه المواصلة. ثالثا، ضم طاقة المهنة وهياكلها، وذلك بتقوية دور الجمعية العمومية المحامين والمحاميات من أجل المساهمة الفعلية في تدبير الشأن المهني، بما في ذلك بلورة المخططات والمشاريع التي تهم عموم المحامين والمحاميات، وبما يمكن الجميع نساء ورجالا من التمرس على تحمل المسؤولية والقدرة على المساهمة في اتخاذ القرارات التي تهم الشأن المهني عموما. شكرا على أحسن تقدير. شكرا.